خبرنا الأخير من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد اللي شاركت في جلسة وزارية حول آفاق التكنولوجيا من أجل التنمية في العام 2030 في القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة واللي حملت عنوان جسر الفجوة في العمل الحكومي العربي. الجلسة ناقشت الفرص المتاحة عبر التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية لتعزيز مستوى الخدمات الحكومية الذكية، كما تناولت السعيد على هامش الجلسة الحديث حول الخطط الوطنية والقطاعية اللازمة والمسارات التي يمكن اتباعها للتغلب على التحديات التي تواجه الحكومات في تنفيذ خططها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. السعيد قالت أن محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لا تنفصل عن بعضها، ونجد التكنولوجيا جزءا رئيسيا وفاعلا في كل تلك المحاور. نطلع فاصل ونرجع نكلم حضراتكم عن رؤية مصر 2030 وريادة الأعمال في تحقيق هذه الرؤية.